مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الخبير العسكري والأمني اللواء الركن ماجد القيسي. أهلا بكم سيادة اللواء. بداية، صحيفة آي البريطانية تقول إن طهران لن تقطع علاقاتها بالميليشيات التابعة لها بعد مقتل سليماني، هل نحن أمام سيناريو للتصعيد تريد إيران أن تخطه للمنطقة؟ تحية طيبة. التصعيد ليس فقط من إيران، التصعيد أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وجعلت العراق ساحة لهذا الصراع، وبالتالي العراق تحت ضغوط كبيرة دولية وخارجية وداخلية. هناك يعني أمور كثيرة تحدث في المنطقة منذ أكثر من عام، وبدأ هذا التصعيد التدريجي لأن وصل ذروته في العملية في المطار، وصنفت هذه العملية على أنها اغتيال من قبل دولة كبرى أو عظمى، وبالتالي أصبحنا أمام تصعيد خطير جدا، وكان يستوجب أيضا أن يكون اليوم يعني الحكمة والدبلوماسية الحادة لمنع من أي مواجهة مباشرة تحدث بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أن إيران قد وعدت بالرد وروسيا يكون استراتيجي، وأمريكا أيضا وعدت بالرد، وبذلك أصبحنا أمام التهديد والتهديد المقابل، وبدأت بحرب إعلامية ثم نسبية، ثم قد تحدث مواجهة مباشرة. سيادة اللواء، الولايات المتحدة على لسان وزير الدفاع الأمريكي قال إنه لا يوجد قرار بالانسحاب من العراق، هل كان متوقعا رد الفعل الأمريكي على تهديدات الكتل السياسية في العراق، خاصة بعد موضوع المطالبة بخروج القوات أو إقرار قانون خروج القوات الأجنبية من العراق؟ أولا الإدارة الأمريكية تتسم بعدم الاتفاق والتخبط، وهناك تخبط في هذا الموضوع. رسالة الانسحاب رسالة واضحة، والانسحاب هي عملية استراتيجية واسحاب قوات، ليس من المعقول أن تتخذها قوات ميدانية، وإنما بقرار سياسي، والحرب هي ظل السياسة على الأرض، سواء كان انسحاب كان دفاع كان هجوم، وبالتالي هو قرار سياسي. يستفيد من ذلك أن هناك تخبط ما بين تصريحات ترامب الذي يقول لا أعتقد الرسالة، وكثير والبتاد على لسان كثير وزير الدفاع أثبت يقول أن هذه الرسالة هي غير صحيحة، ومن ثم يعود رئيس هيئة الأركان المشتركة يقول أن الرسالة صحيحة وصلت في الخطأ. إذا هناك لكن سيادة اللواء لنؤكد بعض النقاط، حتى هذه اللحظة ترامب قبل قليل كان يتحدث قال بأنه الخروج من العراق هو خطأ كارثي سيضر العراق وسيجعل لإيران موطئ قدم أكبر، إذن هنا ربما هناك اتفاق ضمن أروقة البيت الأبيض على أن الخروج من العراق بالنسبة للولايات المتحدة قد يكون خطأ كارثيا. أولا خلي نرجع إلى 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 الهدف لتواجد القوات الأمريكية على العراق أو التحالف الدولي، جاء بطلب الحكومة العراقية عام 2014 وفق قرارات مجلس الأمن عندما أنشئ أو شكل التحالف الدولي، والهدف كان هو مقاتلة داعش والتنظيمات الإرهابية وداعش والقاعدة، وبالتالي أنجزت هذه المهمة. اليوم أن تتحول الحرب على الإرهاب إلى أهداف خفية أخرى لمواجهة الدول، أيضا حتى لما يسمى بالأنفت وهو توفير صلاحيات استخدام القوة الذي فوض به أوباما عام 2014 بالاستناد على قانون استخدام القوة عام 2001، ولا يسمح له بمواجهة أي طرف آخر عدا تنظيم داعش والقاعدة. إذا اليوم نحن أمام مرحلة مصيرية في المنطقة، ليس في العراق فقط وإنما في الخليج من لبنان إلى أفغانستان، وبالتالي أنا باعتقادي أن القرار الأمريكي هو قرار خاطئ، هو عملية اغتيال لم تحسب نتائجه، وبالتالي احنا امام ادارة متناقضة بالقرارات. سابقا قالت انه سوف ننسحب من شمال سوريا، وبالتالي الغي الانسحاب، ثم كان هو يروم الرد على الاستطاعة الامريكية التي استطاعها ايران فوق مضيق هرم في وقت سابق، ومن ثم في اللحظات الاخيرة سحب الاوامر باصدار سحب الاوامر باستهداف ايران
وبالتالي سيادة اللواء، في سؤال واحد وأرجو منك الاختصار بالإجابة إذا استطعت. يعني قالت التقارير الأمريكية وأيضا دونالد ترامب أن قاسم سليماني كان يخطط لضربة قوية كانت قد تؤثر على الولايات المتحدة وكذلك في المنطقة بشكل عام. يعني أمريكا بتحالفها الدولي الذي كانت تقوده كانت تحمي قاسم سليماني جوا، وكان يتجول بحرية رغم أنه مطلوب، إرهابي دولي مطلوب، يعني هذا التصنيف الدولي بالنسبة له. القصد، لماذا الآن جاءت هذه الضربة؟ ألا يدل ذلك أن هناك فعلا كان مخططا إيرانيا ينفذ عن طريق قاسم سليماني لتهديد ربما المصالح الأمريكية بضربها ضربة ربما لحلفائها أو لها مباشرة؟ يعني أليس من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة أن تحمي نفسها بضربة استباقية لقاسم سليماني؟ أولا قاسم سليماني كان مستشار لدى الحكومة العراقية وفي الميدان، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة بالقرب منها، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي كان هناك أيضا مقراتهم وكانت قريبة إلى التحالف الدولي، وكان الهدف المشترك هو تنظيم داعش ليس أكثر. إذا كانت هناك، يعني دعنا نضع بين قوسين أنه لا صراع ولا تعاون، ولكن ما حدث أنه هذا التصعيد المباشر والمفاجئ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم ذهابها وقصف مواقع لقوات عراقية من الحشد الشعبي هي من ضوية تحت الحكومة العراقية، وأدى ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 28 مقاتل بحجة أنه هناك متعاقد أمريكي قتل في كيوان. وبالتالي قبل انتهاء التحقيقات قامت الضربة بهذا الشكل. أعتقد ترامب أراد بهذه العملية، لم يحسب حساباته، والهروب من المشاكل الداخلية وخصوصا العزل، هاي واحد أرادها، وخصوصا ومقبل في الربع الأخير من إدارته على انتخابات أمريكية، أعتقد انعكس في داخل الأمريكي على الوضع. سيادة اللواء، سيادة اللواء، لماذا يراد للعراق أن يكون هو ساحة الصراع؟ يعني الآن العراقيون في الشوارع يطالبون بخروج إيران وأدوات إيران وأذرع إيران في العراق، ونحن نعلم وحضرتك تعلم من هم الذين يوالون إيران في العراق، وكذلك يطالبون بخروج أمريكا. لماذا يراد للعراق أن يكون ساحة صراع؟ لدينا في العراق الآن مجموعة من ما يسمون بالسياسيين يوالون إيران بقراراتها ويدعمونها، وكذلك حضرتك اللي تفضلت بهم الميليشيات، أو تقول بأنهم عناصر تنضوي ضمن القيادة العامة القوات المسلحة، هي تساند وتوالي إيران بانتمائها. لماذا يراد للعراقيين أن يكونوا دائما ضمن ساحة صراع وساحة اقتتال؟ هم لا يريدون لا الوجود الإيراني ولا الوجود الأمريكي. لا لا أخي، لا تمحق لي. يعني أولا نحن لازم أن نفرق، يعني هذا هو باختصار رجاء المتحدة الأمريكية موجودة وموجودة، وانضوى الحشد الشعبي تحت المنظومة العسكرية، واصبح بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ورواتب تصرف من القوات المسلحة، وهو ليس بميليشيات وإنما انضوى تحت ألوية بأرقام ومسميات جديدة. علينا أن لا نخلط الأمور. أما العراقيون اليوم هم يريدون إخراج جميع القوات الأجنبية، ولا يريدون تواجد أجنبي سواء إيراني سواء أمريكي أو سواء من دول أخرى، يريدون أن يكون البلد يعني بأيديهم، أن تكون تعاد السيادة، ويسعون إلى سيادة كاملة في المطلق، ويمنعون التدخلات الخارجية، لأنه منذ 4 عقود والعراق يواجه هذه المشاكل. وأعتقد أن هناك يعني اليوم حراك في هذا، وحتى على المستوى الحكومي هي تسعى لإيجاد مقاربة ما للوصول إلى حل معين يضمن أمن واستقرار العراق. شكرا جزيلا للواء الركن ماجد القيسي من أربيل، الخبير العسكري والأمني، كنت معنا عبر الهاتف.